السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا بكم حبيباتي من جديد في أتولي نانو مع موديل جديد وستيل جميل وأنيق من الفوضى والتريزة تاع الميكرو اللي تكون بخيط الشعر. وحبيباتي قبل ما نبدو في وصف الموديل، أهلا وسهلا بالجميع على قناتي لأول مرة يشوف قناتي، أتمنى أنه ينزل يعمل اشتراك فعل جرس كل حتى يصل الإشعار بكم ما جديد. بالنسبة لحبيباتي متابعاتي، أهلا بكم حبيباتي على القناة، أرجو دعم الفيديو بلايك ولي بارتاج الماكسيموم. ما عنا جولي روب بور فيات عندهم عرس كي نقولو نحنا، حبتها ستيل يعني شويه ستيل تونسي كيما نقولوا نحنا، لكن هنا ما حبتش القصه تاع ما اونتخ لو باكيت كديري هي الجور دو روب تاكا. با اذا اول حاجه عندنا القماش تاعنا سي لو فودان، ها هو تاع نخدم بيه الفتله ونخدم. با عندنا الديكوب او نيفو دو لو تاعنا، ف لا ديكوب برينسيس في دو كوتي تاعنا، وعندنا لي مانش تاعنا يكونوا دي مانش بوفون او نيفو دو لا تيت فقط. هنا ايضا عندنا رشمه تاع تمشي مع التماشى والستر تاعنا، عملناها في لي مانش في لو با وفي الستر. السراش ما تاعنا في الزر هاي ما زالت، اذا مولاتي حابه تعمرها تعمرها، انا وكاين لي بتي فلوغ حابه تعمرها تعمرها على روح. لو با تاعنا سي جوب دوبل كلوش افيك دي بلي كرو داكوغ، راكم قاعدين تشوفوا في التموجات هذيا، عباره على ان جوب دوبل كلوش لي تفصل دون زان سيركل، ومن بعد تعملي اكثر من لو تور دو تاي تاعك باه تعملي له البلي كرو باش تجيك التموجات هذايا. شوفوا الشكل تاعو كيف هو متموج. بالنسبه لي مون سي سون دي مونش 3 كار جميلين وانيقين. اذا لا روب جات تحفه تحفه تحفه، وكي تتعمر بالبارلاج تولي اجمل وتولي يعني اتحف من هكا. هذاك هذه سي اون روب الوحده طفله على عاج دو 18 عام 19 عام، اي جون في احد ربع العرس اختها ولا تلبسها في عرس اختها. الموديل هي اللي خيرات وهو ستيل تونسي، لكن القصه اونتر لو او لو با نحيناها لان قالت ما نحبش كرشي عريانه. اذا عملنا لها جور دو روب وخيطنا لو او في لو با مع بعضنا، وعملنا لها من تالي فيرماتور باش تقدر تدخل لا روب تاعها فاسيمون، باسكو لو او راح يجهز سنتريم على تاي، ولا جوب راح تهبط من تحت كلوش، اي كلوش اكثر من هكا حاكمينها بسنترينها من تالي فقط. اذا نتمنى انه يعجبكم الموديل، سامبل نقدروا نجروه لبناتنا كامل خواتاتنا، تاخذي في المناسبات في اعراس في تهنئه في طهوره، تاخذي تخدمي به في برشا مناسبات. اذا حبيباتي نتمنى ان الموديل يعجبكم، لونكولور تاعو سي اون فورم، لو ديلي عادي جدا ما فيش يعني قصة عادية سيركل باش نهبطو فيرماتور فقط ما تجيهاش مزير. إذا حبيبتي هذه هي الخدمة تاعنا تاع اليوم، نتمنى أنها تعجبكم، خلولي في لي كومنتار إن شاء الله نحاولوا أن نجراها بدون رشمة، يعني نحاولوا نديرو لا ديكوب فقط باه تشوفوا لا جوب كلوش دوبل كلوش كيفاه يلصق في القدام. بقى لي غنقول لكم شكرا لكم على المحبة وعلى الدعم، وشكرا للناس اللي سألت على أمي كامل، وليكم شكرا لكم حبيباتي على المحبة تاعكم وعلى الدعم، وربي يحمي أمهاتنا جميعا إن شاء الله وطولة العمر لكل أمهات المسلمين إن شاء الله. الله شكرا لكم، الى الملتقى القريب ان شاء الله. كنت في أتولي نانو مع استاذتكم نانو عال. شوفوا البنات لا جوب دو بلوكلاج كي تعودوا فيها دي بيك كرو فيها تجي لا فورم تاعها، تجي لا فورم تاعها توب دو توب، تموجتها تكون وحده هكا. اذا بقى لي غير نقول لكم الى الدرس القادم ان شاء الله. شكرا لكم حبيبتي، احبكم في الله، كنتم في اتولينا مع سيدتكم نانو عليا، بالتوفيق للجميع، شكرا لكم، اتمنى انكم تستفيدوا ولو قليل، شكرا لكم.